والله نهار اش كتشاف؟ والله ديك اون موين اون موين يفو كونتي دون لي 300 حتى 400 درهم اون فامي بيان سور. برسك اوني برسك 9 10 ديزان دو بيرسون. داكشي علاش كتخسر بزاف؟ سي نورمال كانوا مجموعين باسكو جون اوني اون دو فامي سي سون لي غران بارون. شوف راسك كتخسر في المصروف الماكله اللي كتوجد في الدار ولا ملي كتبقاو تشريو على برا. فوالا كونسوماسيون برا ماشي كونسوماسيون اللي كتجيب للدار صافي. اي دو طون بليس دابا سي باغي دو لي هادشي ديال هادشي اللي الاسعار اللي طالعه وهادشي راه سي با ايفيدون. خسرتو بزاف على برا شحال تقريبا كتوصل عليكم النهار؟ خرجتي لبرا ولا الا غير تاكل 400 درهم في دارك دونك عرفت سي لو دوبل برا. هو بصراحة صعيب تحدد القيمة المالية اللي كيخسر الإنسان في شهر رمضان المبارك، لأن يعني كتختلف القدرة الشرائية من شخص لآخر، كتختلف يعني حتى عدد ديال الأفراد ديال الأسرة، واش واش كاين لو كوبل بوحدو، واش أون فامي، واش كاين ضيوف، واش ما كاينش، يعني ما يمكنش صعيب تحدد. ولكن في الوقت العادي عاوتاني حسب القدرة الشرائية وعلى حسب البيدجي ديال كل مواطن، يعني الناس المستويات يعني الاجتماعية كتختلف من إنسان بسيط لإنسان متوسط لإنسان عنده يعني بالنسبة لي مثلا في الايام العاديه بين 150 و200 في النهار، لان ما تنساش عاوتاني ما خصش هو الشهر رمضان يعني في منه الحكمه من موراه انه ما بيكونش تبذير، يعني تجويع من اجل انك تحس بالفقير وتحس بالانسان اللي ما عندوش، اما بقات القضيه ديال التبذير وان لي بوبيل عامرين والماكله شيطه، يعني سا سفي با، يعني الواحد يدير داكشي اللي غادي ياكل وداكشي، كنعرفوا ان العين كتشهى والعين هي اللي كتصوم ماشي، ولكن ملي كيتحط الفطور ما كتقدر تاكل حتى شي حاجه، كتلقى راسك ضيعتي مجهود بزاف في الكوزينه وضيعتي فلوس وما قادرش تاكل، لان شحال غادي تاكل كاع نهار كامل وانت صايم؟ سامينوت ما يمكنش تلتهم داكشي كامل، سكي فين واحد داكشي حدو قدو ويحاول ما يمكن انه ما يبدرش الفلوس وما يبدرش الطعام، مازال الفقير اولى اولى المحتاج اولى بداك الطعام انك ترمي في لابوبيل. الوغ باسكو انا دابا كنتقدى من مرجان، دونك كنتقدى داكشي فهمتي داكشي لاب ديال البيتزا ديال ليكيش اتسيتيرا، دونك بحال كتقام عليا واحد 200 درهم فيها كلشي، فيها 200 درهم فيها كلشي فوالا، باسكو كندير داكشي فاريي فهمتي شويه من شويه من شويه من هنا، المهم او توتال 200 تقريبا فوالا. بحال مثلا قلت لك ليكيش بحال بريوات ديال الكفته وداكشي، بحال مثلا دي ميني بيتزا بان دو مي كدا، غير هذاك الشيء قليل ولكن كياخذ لينا بزاف ديال الفلوس فوالا. وراه كنصوبو في الدار، انا كناخذ وكنصوب في الدار دونك، ولكن على حسب لا كونتيتي اللي كندير سا مبرون واحد 200 درهم تقريبا ولا 150 في النهار. لا الفطور كيتقام عليه تقريبا اونتخ 25 و 30 درهم. الفطور الحمد لله كيتقام علينا تقريبا اونتخ 25 و 30 درهم. الفطور. شنو مثلا؟ مثلا شنو فيه؟ فيه غير واحد مثلا ما خصوش اكثر من السكر، ما خصوش اكثر من الملحه بزاف في رمضان. دونك التميره اذا كانت تميره ومخرقه ولا شباكيه بحال كيقولوا لها ورغيفه وجلابه تحريره ما يفوت جلابه، هكا كيضرب جوج ثلاثه اربعه جلاب لا بزاف. خص الفطور خصو يكون خفيف ما يكونش الواحد يغلق، ماشي كيحسب راسو بحال واحد كيحسب راسو ما كلاش نهار كامل، خصو يبدي ديك الفطور وغدا وكل شيء بدقه واحده. هذا هو المشكل. تقدروا تقولوا على راسكم انتم الناس غير مبذرين؟ لا حنا تقريبا ما بين 25 30 درهم ماكسيموم في الفطور من واحد. تقريبا ما بين 120 150 درهم في النهار، حيت ما مقدياش ديك التقديه ديال الشهر ولا ديال 15 يوم تقريبا. الحليب كنتقداو الليمون، كنتقداو كفته جديده باش كنطيبو بها حاجه جديده نقيه، نتقداو خضيره اللي كتكون ناقصه في الدار، اي حاجه ناقصه في الدار كنتقداوها. كتقام عليك الفطور 150 درهم تقريبا، بالحليب بالليمون بالكفته، اي خضيره كتكون ناقصه في الدار، شي حاجه باش نديرو بها شليضه، اي حاجه كتكون ناقصه كنتقداوها في الدار. ايش لا دا كنديروا فيها خيزو ومطيشه باربا خيار بروكولي للدراري، المهم كنخلطوا كنوعوا. قلت لك 2000 عام في التخربيق ولا بغينا نشريو الخضره تنخسروا 4000 حتى 5000 والفلوس والو. فاش تقريبا تخسر هاد 2000 في النهار؟
الشباكيه الكفته نديروها في المخايم نعمروا بها الملوي الزبده قهوه الحليب بزاف بزاف وليدي. ولا بغينا نشريو الخضره ثاني مشينا نشريو الخضره من السوق تنخسروا اكثر من 5000. شنو نقول لك استاذ، القيمه الماليه ديال حاليا كما تنقولوا الاسر راه داكشي كما تنقولوا 100 درهم ولا 105 ولا 1000 ريال راه اسره غاتاكلها وغادي نقولوا كما قلت كلشي دايز الحمد لله. ملي عزري ديال راسو ولا كما تنقولوا عايش بوحدو راه حتى هو تيطب نفس المبلغ اللي تخسروا اسره على راسها. راه ما كاينش فرق بين هذا وهذا والحمد لله. واش رمضان الحمد لله كما تنقولوا شهر كريم عند الله، والله لا الحمد لله كل شيء بخير. اش اللي نقول لك انا ونقول لك على راسي انا ليش نعاودك على راسي نقول لك واحد 1000 ريال 1000 ريال في النهار بركه قادني كما تنقولوا فري. بعد أثري فيها حليب فيها كما تنقولوا فيها كومير فيها البيض فيها فرماج كاشير داكشي اللي تجي اللي الحريره قاعد تاخذها ما عندها تاي تتباع كلشي ولا تجي تتباع دابا شي حاجه ما تتباعش في المغرب كلشي كاين الحمد لله 1000 ريال والله الا قاد بنادم بارابور عزري ديال راسو 1000 ريال الحمد لله قاد. انا ملي مجوج وعنده مسؤوليه عاوتاني ديك بوحدها 1000 ريال راه ما غاديش قليلة تكون واحد 100 درهم 150 حتى 200 درهم توصل كاع. تبارك الله عليك مولاي. تحياتي وشكرا ونهار ورمضان مبارك سعيد لأمة محمد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.